وما قدمناه إلا مرة واحدة فقط للعبرة. زميلتي في الكفاح الفنانة نعمة، تكريمي أنا خاصة وتكريم جميع فنان وفنانة، ولهذا بكل قلبي بكل جوارحي وبكل عواطفي نشكركم ونشكر الأخت والزميلة الفنانة نعمة، ونتمنى لها كل النجاح والتوفيق، والفنان عمره ما يموت. نشكر الأخت عليا على اهتمامها بنعمة وعلى اهتمامها بالفن وبالأغنية التونسية. لا شهادة تقدير أسندت الفنانة التونسية السيدة نعمة، هذه الشهادة بمناسبة تكريمها في الدورة 25 لمهرجان قرطاج الدولي، تقديرا لمسيرتها الفنية المشرفة طيلة 32 سنة.